هون بيحكوا لك الإجابة على مكالمة، ما الذي تدعوك روحك إلى فعله؟ كمان الشخص هذا بده يتصلكم مكالمة، يبعث لكم مسج. الشخص هذا بده يحاكيكو، احتمال هو بعده عنكو أو اختفائه، لأنه هو عماله بعيد العلاقة، بقيم العلاقة من أول جديد، لأنه شايفكو الاس اف مانتيكال مشاعره من ناحيتكو، بده بداية جديدة معاكو، لأنه شاعر إنه أنتو الشيء اللي بيتمناه. فهون بيقول لك فيك مكالمة راح تجيب، انت شو روحك بتحكي لك، هل انك تجيب عليها او لا؟ هي طبعا برجع لك الك، لانه حاسس العلاقه هاي كانها ماتت، انت يعني بده يتم احيائها من اول جديد. هو شايفها هيك ان العلاقه هاي ماتت، يعني في الشخص هذا يمكن يكون في ارتباط، في زواج، واحتمال هذا الشخص بيعمل حواجز او بتباعد، بعيد العلاقه من اول بجديد، بعيد نظرته للعلاقه عشان يرجع. فالشخص هذا بيستعد للرجوع لكم، لانه انا حاسه انه الشخص هذا كان متباعد عنكم لهدف الشفاء من شيء ما. خلينا نشوف، والنصيحة لك يا برج الأسد، بس هم بيحكوا لك انه في مكالمة جايتك، حضر حالك لها. الشخص ده رح يتواصل معك عن طريق الانترنت، مسج، اي شيء انت عليك. هون بيحكوا لك بيس، السلام يأتي من تذكر ان الحب فقط هو حقيقي. هو طلع لبرج على فكرة السرطان اعتقد، بس هون اذا بدك تحس السلام الداخلي بدك تتاكد انه الحب حقيقي، مش انه مثلا خرافات او خداعات، او يمكن انت بتعيد نظر في العلاقه وهو بعيد كمان نظر في العلاقه، يعني اعاده ذكريات، اعاده ماضي. طاقه الشخص هذا بامبرر، الشخص هذا اما تشافى من شيء، او الشخص هذا مستقر، يمكن في زواج. الشخص هذا يمكن عايش في العشر كوبايات. الشخص هذا اعتقد انه هي متزوج، او هو بجهز نفسه لانه هو جاي متجه اليك، وهو شايفكو يعني شخصيتكو شايفكو اللي هايرفنت، معناته الشخص هذا ناوي زواج، هو شايفكو انكم انتوا تصلحوا كزوج، اذا انتوا مش في علاقة. إذا كان هو في علاقة أو متزوج، فهو يا بنفصل عن هاي العلاقة، أو جايب لكم عرض اللي هو تكونوا طرف آخر في العلاقة. خلينا نشوف شو الكروت بيحكوا لنا. طيب نشوف ليش هو في الطاقة هاي، هو طاقة الاستقرار، مستقر هذا الشخص، متجمد حالياً. على فكرة الشخص هذا بيراقب الأحداث من بعيد، على فكرة الشخص هذا بيراقبك من بعيد، بس انت مش مدرك انه هذا الشخص بيراقبك، وهو شاعر بسعادة من خلال مراقبته لك، وحاسك انك انت كل مالك بتزيد يعني عز، يعني كل ما ابعد عنك هذا الشخص انت بتزيد نجاحات وطموحات، وشافك انك انت كمان احتمال انك انت بعد ما تركك هذا الشخص استقريت اكتر، هو شايفك مستقر. فهو شاعر بالاستقرار من ناحيتك، انا الشخص هذا حاسس انه شايفك انت مستقر، فاستقر على هواك. احتمال الشخص هذا تبعد عنك وتزوج، دخل طرف اخر، او استقر في حياته، لكنه الغريب انه هو شايفك انت بده فرصه وبدايه جديده معك، شاعر انه هو بده بدايه معك، شاعر انه انت الاستقرار. فالشخص هذا يمكن تشافى، طلع ممكن من نكسة يعني صحية، طلع من إدمان معين، ممكن كان في عمل وغير عمله وجدد عمله لشيء آخر، وبعدين هو تخطيطه إنه بعد ما يخلص هذا العمل إنه يتجه لك، لأن الشخص هذا متجه إليك،
شخص هذا شافك حاس انك انت يعني كل الخير وجه الخير، وشافك انك شخص ناجح ناجح جدا جدا، وشاعر انه هو لما تعرف عليك غيرت له كل حياته، غيرت له حياته طبعا للافضل، لانه هو شافك انك انت الاستقبال، انت فرصه، هو تعرف عليك وشافك فرصه، فرصه سعيده بالنسبه له، فهو شاف انه انت الشخص اللي كل ما يطلع عليه بيحس انه الشخص هذا حاسس انه مستقر او جاهز نفسيا انه يقدم لك فرصة او عرض ما، لان الشخص هذا بده يتسلك، فالشخص هذا حاسس طاقته فيها سعادة، هو سعيد يعني مستقر، هو نفسيا مستقر في شيء، هو تركه انفصل عنه شيء تغير في حياته، فهو نفس الشخص هذا. لو انا شفت انه الكروت هدول العكس، او انه مثلا شافك ابتعدت رحلت عنه، يمكن احكي انه خلص استقر وروح لحياته، لكن هذا الشخص شافك انه انت الفرصة وانت الامبرس وانت الهارفنت وانت ثلاث كؤوس، فمش قادر اشوف في القراءة انه الشخص هذا متزوج. حتى لو كان هذا الشخص مستقر في زواج، فالشخص هذا بده اياك برضو انت، بس الشخص هذا يمكن نجح في مشروع، نجح في التخلص من ادمان معين، عشان هيك تباعد عنك مختفي الشخص هذا. في شيء هو غيره، في شيء جدد طاقته، ابتعد لحتى يقيم العلاقة من اول جديد. فالشخص هذا شاعر انه بده فرصة معك، وشاعر انه انت جميل جدا، هو منجذب لك هذا الشخص، هو حاسك انك انت فرصة، هو حاس انه هو كأنه بده يسترجعك لحياته، لانه حاس انه انت شخص لا تعوض، فهو شافك الامبرس والاس اوف بنتيكل، يعني شخص ممكن انت مرتاح ماديا وهو مرتاح ماديا، يعني هو شخص مرتاح ماديا مبدئيا عندي في الطاقة، هو مرتاح ماديا، او يعني لو مش مثلا مش شرط انه تكون الطبقة العالية، لكن هو شايف انه يعني انت شخص ناجح في عملك، وشاعر انه انت شخص عامل مجهود كبير في عملك وناجح، انت شخص ناجح بنظره، انت شخص ناجح وشخص جميل جدا وجذاب جدا، وهو زي حس انه انت فرصة سعيدة في حياته، نفس ما حكيت لك، الشخص هذا بحبك جدا على فكرة، هو متجه اليك، وفي مكالمة منه انتظره، ولكن احتمال انت يا برج الاسد انه انت محتاج شفاء، يمكن انت انت بتحن لهذا الشخص، لكن مع قفلة قلب، يعني قافل قلبك عن الحب، فاحتمال انه انت الشخص اللي شافك انك مثلا ما بدك ترجع له، فزاد شغفك، عفوا زاد شغفه لك، شافك شخص يعني الهارفنت، شافك شخص يعني جامد نوع، يعني شخص احكي لك كيف، شخص انت عارف شو بدك، وانت على فكرة صريحة مواقع التواصل، يمكن انت عندك مثلا تلقي كلمات، مثلا عندك خلينا اشوف اكتر، الشخص هذا شكله يعني بده اياك بشدة، خلينا اشوف هو ليش شافك الاسم بنتك، طلع الشخص هذا بحبك وبده تسامح، بده تسامح الشخص، الشخص هذا غير بنفسه، يمكن عذبك كثير يا برج الاسد، وحس انه هو غلبك في العلاقة معاه، وراح غير نفسه وبده يرجع يتجه إلك. خلينا اشوف يمكن هو شافك مشهور على السوشيال، او بتعمل انجازات على السوشيال، يمكن انت شخص فنان، شخص انت بتعطي نصائح، شخص روحاني، يمكن انت بتشتغل في الصحافة، في او بتشتغل في مثلا قنوات لك خاصة، انت بتلقي عليها دروس، عبر،
في شيء انت مشهور فيه، هو شافك مشهور، شخص مشهور مرموز. انا شايف انه هو شافك اكتر شيء على مواقع التواصل وبروبا، ومعجب بشخصيتك جدا جدا. اذا الشخص هذا كراش فهو شافك ان انت تصلح الزوج وفيك كل الصفات كامله. قراءتكم حلوه يا سيدي. انا اكتر من هيك حب مش راح احكي لكم، يعني هو شايفكم انه الحب الفائض، يعني الحب اللي مشروب. هو شافك شخص نظرة عينيك بتجذبه، يمكن انت عينيك حلوين شوي، فهو شايفك شخص يعني جميل جدا، انيق، محب، طيب، شايف فيك كل الصفات اللي هو بتمناها هذا الشخص، هذا الشخص بده يرجع لك. طيب طيب خلينا نشوف ليش هو شايفك الهارفنت، يعني ممكن احتمال تكون في بينكم طرف ثالث، احتمال انت دخلت في خطوبة مؤخرا. انا يعني حس القراءة انها سهلة مش صعبة، يعني يمكن انت شايف هذا الشخص متباعد، لكنه مش متباعد، هو بغير من نفسه، وغير من نفسه هذا الشخص، وهو جايكم. الشخص اللي بيخبي مشاعره فكرة عنكم، هو قصد انه يخبي مشاعره عنكم. فهذا الشخص شايفك انك انت مصلح اجتماعي، يعني انت بتصلح بين الناس، بين المشاكل، انت عندك قيم ومبادئ، انه تكون دائما شخص قيادي وشخص تلقي كلمة الحق، يعني انت عندك الحق بتحكيه او بتلقيه، حتى لو انت اللي غلط فتحكي انا الغلطان. هو شايفك انك انت شخص بتعرف تفض المشاكل الصعبة، وشايفك شخص يعني ناجح وشخص قيادي بامتياز، وشايفك انك انت يمكن الناس بتيجي تستشيرك في الروحانيات، يمكن انت شخص بتطبطب على وجع الناس. هو معجب بشخصيتك لانه انت شخص بتطلع من الصراع بسرعة، يعني اذا عندك صراع بتتركه وبتروح او بتخليه على ربنا، يعني انت مؤمن في انه في مقولة ما بحكي عندي هم يا رب عندي هم كبير، بحكي لا يا هم عندي رب كبير. وشافك مؤمن بالله ومؤمن انه ربنا هو اللي بيحل لك مشاكلك، انت بتتركها لربنا، وبنفس الوقت انت بتحل مشاكل الاخرين، بس بتحلش مشاكلك، انت بتتركها لربنا. وهو شاف شخصيتك مرحة جدا 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 جدا، وانه انت الاشي اللي بدك اياه انت بتعرف الطوله وتروح توصله. هو شافك انه انت يمكن شوي بتظهر فرحك، لكن في اشياء انت بتظهرهاش شخصيا، انت شوي بتحب انه تكون غامض بعض الشيء، يعني عندك شوية غموض يا برج الاسد. هو شافك شوي غامض، فيك شيء غامض، فيك بنوع من الغموض، او انت بتحبس انفاسك لاخر لحظة، وانت بتكون تظهر لانك شخص مرح وشخص شغوف وشخص بتعرف الاشي اللي بدك اياه تروح تجيبه، او وشايفك كمان يعني انك انت شخص اللي داخلك اللي بتطلع تحكيه، يعني اذا انت من دائما اشي بتحكي بتروح بتحكي انا من دائما كذا وكذا وكذا صريح، وبعض الشيء غامض، يعني بعض الغموض وبعض الوضوح. وشايفك انك انت شخص شخص مرح، بتحب تضحك، بتحب الاصدقاء، بتحب مساعدة الاخرين، وبتحب تشارك الناس بافراحها. وشايفك شخصية مرحة، وشايفك شخصية مرحة، وكمان شخص اذا حدا اجى حكى لك سر انت تتكتم عليه. وشايفك شخصية يعني هو بيتمناها، وهيك شايفك. كمان خلينا نشوف، عشان هيك الشخص هذا على فكرة حس حاله انه هو شخص
من داخل هو بده تغيير، هو حاس انه لازم يصير زيك بالطاقة اللي انت فيها، طاقة المرح والفرح ومساعدة الاخرين. حتى لو انت عندك هم انت بتساعد الاخرين، بتباشر، بتترك همك لربك زي ما حكيت لك. انت من قاعدة ما بتحكي يا رب عندي هم كبير، بتحكي يا هم عندي رب كبير. فهو بتساعد الاخرين، يعني بتشارك في مساعدة الاخرين، بتحل قصص الاخرين. في ناس هو حس انه في ناس كتير حواليك زي بيستشيروك، وهو على فكرة الشخص شايف برضه انه في ناس برضه اشخاص حواليك على مواقع التواصل، على التعليقات بيكتبوا لك كومنتات او بيحاولوا انه يفوتوا معاك بصداقة، وشايف انه في حواليك ناس كتير. الشخص ده هو شايفك انك انت جذاب، فاذا انت جذاب اكيد راح يكون في حواليك ناس كتير. والشخص هذا قرر انه يتغير، في شيء قرر انه يتغير. وعلى فكرة لما قالوا لكم انه حياتك العاطفية راح تطلع على مستوى افضل، فانا بحكي لكم هو بفكر في الارتباط والرجوع في وفي الارتباط كمان. الشخص هذا بده يرتبط فيكم، هو حاسس انه كل شيء كمال وجمال عنده، لكن هو حاسس انه مفتقد الشغف او الغزل في هاي العلاقة، او هو مش هاي العلاقة نفسه، هو شخص مشتاق لغزلكم. لهيك على فكرة الشخص بتواصل معاك، الشخص هذا بتواصل معاك وبس انتو بتحسوش، عشان هيك انتو بتشتكوا الذكريات لورا. بس انت في طاقة منيحة، بس ذكريات منيحة مش ذكريات مؤلمة او انت تعبان من هاي الذكريات، لا انت بتحن، مجرد حنين، عندك حنين للماضي، حنين. احتمال تكون انت اكبر من الشخص هذا للبعض منكم، احتمال تكونوا انتو كنتوا في زواج وانفصلتوا، والشخص هذا راح غير عمله، غير اتجاهه لفترة لحد ما يطلع من مثلا الحزن اللي سبب لكم اياه، او الاستنزاف للوقت تبعكم، استنزاف لصحتكم، فحس نفسه انه لازم يتغير عشان يصير بالمستوى اللي انتوا فيه. يمكن انتوا مستواكم ارقى اعلى، يعني مش يعني كلنا طبعا منختلفش عن بعض في المستويات، لكن قصدي انه انت مثلا عندك نضوج اكتر في المال، في العمل، شخصية مثلا مرموقة، في اشي، في اختلاف بيناتكو مستويات. احتمال انه يكون انت مختلف عنه في العقيدة للبعض منكو، او العادات والتقاليد، المسافات، المدن. احتمال انتو من مدينة والشخص هذا من مدينة، لانه شافك انه عمواقع التواصل انك بعيد. طيب خلينا نشوف، محكي لكمش الأبرز يا جماعة. الحوت، العقرب فقط. الشخص هذا ناوي نية منيحة من ناحيتكم للارتباط، عشان هيك الشخص هذا هو ناوي ارتباط. الشخص هذا مشتاق لكم جدا جدا، مفكر فيكم جدا جدا، وناوي على ارتباط. وعندنا هاي البنت اللي هو الدور والحمل، احتمال الشخص يكون هذا برج الحمل، طاقة هوائية أكثر من الطاقة الومائية. طيب خلينا نشوف شو نواياه، شو خطوته القادمة اتجاه. والشخص هذا بده ارتباط. على فكرة الشخص هذا يمكن غدركم في الماضي، سبب لكم ألم، وهو بحاول إنه يشيل أعباء الماضي على نفسه. الشخص هذا نوايا يتواصل معكم، يعني كارت التواصل كله طلع لكم، وهون كارت في مكالمة هاتفية راح تجيكم، وهون انه الارتباط علاقتكم راح تطلع لمستوى اعلى. هون بيقولوا لك انت بيجيك السلام الداخلي لما تأمن انه في حب. فالشخص هذا ناوي يتواصل معكم، نوايا انه يتواصل معكم ويوضح لكم بالضبط ايش صار معي. الشخص هذا بده يوضح، في شيء بده يوضحه. احتمال هذا الشخص تركه فجأة على فكرة، وانتو تفاجأتوا انه تركه فجأة، يعني انتو فكرتوا تخلى، هو مش تخلى، هو راح يغير شيء اثناء كان معكم في العلاقة. هذا الشخص لما كان معكم في العلاقة
كان مشوش، مخه مخربط، فهو غير القواعد عنده، غير قواعد نفسه، غير